أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه ارسله الله بدين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله عز وجل في القرآن الكريم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتلاه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد إلى آخر الآيات. هذه الآيات وكثير من آيات من الآيات في القرآن الكريم لما كتصور الدنيا للإنسان المسلم كتبين له بأن الدنيا كلها لعب ولهو وزينة إذا تتبعها الإنسان درجة بدرجة فهي توصله إلى الهاوية ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور إنما الحياة الدنيا متاع زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كل ما ذكر الله عز وجل الدنيا يذمها كيدمها كيذكر حش الخير ولذلك لا تكون الدنيا أيها الأحباب هي الغاية إنما الدنيا تكون وسيلة لا تكون الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا كما قال النبي ولا إلى النار مصيرنا. كان الرسول يدعو في دعائه ويقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. هذا دعاء النبي. فلذلك أيها الأحباب القرآن الكريم عندما يصور الدنيا دائما يصورها بالدم يقول إن ردوا البال عندكم أيها الناس تغتروا بالدنيا وتقول خلاص أنا الهم ديالي هو الدنيا. الدنيا سماها الله عز وجل دنيا على سميت الدنيا دنيا إما لأنها مأخوذة من الدناءة يعني الدناءة والشيء المستقر لا قيمة له وإما الدنيا مأخوذة من الذنوب بمعنى القرب يعني القرب ديالها والأجل ديالها قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى متاعها قليل بالنسبة لمتاع الآخرة فلذلك أعطاه الله عز وجل هذا الاسم اللي هو الدنيا إما أنها من الدناءة وإما أنها من الذنوب يعني القرب. فكل من الصفتين أو من الاسمين مذموم. الذنوب معنى القرب عن الأجل القريب تعيش في قصر أو في عمارة أو في مكان أو في متاع أو في نعيم يوما من الأيام ستخرج منه ستخرج منه بماذا؟ بالموت. الله سبحانه وتعالى يرسل إليك الملائكة ليقبض روحك في قصرك وفي عمارتك وفي يعني الفيلا ديالك وهكذا.
ولذلك هذا المتاع الذي يتمتعه الإنسان وقليل جدا 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 بالنسبة لمتاع الآخرة. فلذلك الله يذم الدنيا. الدم بمعنى أننا نخرجها من القلوب ونجعلها في الأيادي، نخرجوها من القلوب ديالنا ونديروها في ذينا، ناكلوا ونشربوا ونتمتعوا ونلبسوا، ولكن القلب لا يكون فيه إلا الله، ما يكون في القلب ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. عندنا نقول أحب الدنيا وأحب الآخرة في قلبي، لا يمكن أن يجتمع في قلب عبد شيئا ضد حب الدنيا وحب الآخرة، لا بد أن يكون واحد منهما. إذا كان حب الدنيا في قلبك فلا يمكن أن يكون حب الآخرة، وإذا كان حب الآخرة في قلبك فكذلك الدنيا لا يكون، لأن ضدان لا يجتمعان بل يتناقضان. إنما الحياة الدنيا أو أحد وصف لعب ولهو وزينة وتفاخر بين وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه هذا وصف الدنيا، لعب لهو زينة تكاثر، هذا هو الدنيا. فلذلك كان بعض الفضلاء والعلماء والصالحين وعلى رأس هؤلاء الإمام علي كان يقول الإمام علي: يا دنيا غر غيري، يا دنيا، يتمتع بالدنيا إنسان فيخاطبني فيقول لها: يا دنيا، شوفي واحد إنسان اللي هو مغرور، أما أنا أعرف قيمتك وأعرف قدرك وأعرف مكانتك، فلا يمكن أن تغريني. ما تغرينيش. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لما جاءت الوفاة وعاش في قومه في الدعوة إلى الله 950 عام، سئل: كيف جات الدنيا هذه؟ أنت اللي عشت فيها 950 عام، كيف؟ قال: جاءت الدنيا كأنني دخلت إلى بيت له بابان، بيت عنده جوج بيبان، دخلت من باب وخرجت من باب آخر. لأن لا يعرف قيمة الدنيا أيها الأحباب إلا ذاك الإنسان اللي هو في حالة الاحتضار اللي غادي يموت. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علمنا وحسنا أننا نأخذ الوصية من الذي يريد السفر، من المحتضر. هذاك الإنسان اللي هو في الاحتضار يعني مش عارف يقول له بدي يوصينا، لأنه هو الذي يعرف قيمة الدنيا هو فقط. أما الإنسان اللي هو مازال يتمتع صحيح وعنده وعنده يعتقد بأن هذا سيبقى وسيدوم، أما ذاك فأصبح يعرف قيمة الدنيا لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، شربة الجغمة دي الماء ما يعطيهاش الكافر. أما الدنيا فهي لا تساوي عنده شيء، يعطيها الله من يحب ويعطيها الله من لا يحب. إذا أعطاه الله عز وجل من يحب فهذا اختبار له وليس تفضيل. رد البال، مش غادي تصلي، مش تخرج حق الله، مش تبقى متواضع، مش تبقى انسان مسكين كما قلنا، حتى لو كان عندك وعندك تبقى انسان مثلك مثل الناس. واذا كنت غير مسلم اعطاك الله الدنيا يشغلك بها، يشغلك بالدنيا فلا يبقى لك مجال لماذا؟ للتفكير في عظمة الله. قال الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. سنستدرجهم يعني الإدراج أو الدرج، أن الإنسان يطلع من درج إلى درج. كذلك بعض الناس يستدرجهم الله من نعيم إلى نعيم ومن حالة إلى حالة بدون أن يشعر،
كي يظن بأن هذه الحياة بدخ والفرح والنشاط والشهرة والإعلام والكاميرات وعن السنياتور في المشاكل تلك والناس مش يسني لهم. يعتقد هذا الإنسان بأنه سيبقى في هذه الحالة، لكن يوم من الأيام أيها الأحباب سينتهي كل شيء، سيدخل الإنسان القبر وحيد. كاين شي واحد اللي حدا القبر يسمع لك تعال سيدنا الوقت كيف صلى الله عليه وسلم، لا ربور كنت تلقاه الناس لأنه مغني ولا ممثل ولا كل الناس واش ياخذ السنياتور ديالو فقط ويفتخرون بذلك. لكن هل يتفكر هذا الإنسان عندما يموت ويدخل قبره الوحيد؟ ما فيش واحد. إنما الذي يأتيك ماشي باش ياخذ السنياتور ديالك، وإنما الذي يأتيك ليسألك من ربك؟ ما دينك؟ ما كتابك؟ من نبيك؟ ما هي قبلتك؟ هذه أسئلة. ما فيش شهرة، ما فيش إعلام، ما فيش ولو أنت فقط. فلذلك أيها الأحباب نفكر في هذا. كثيرا من الناس يعني استدرجهم الله عز وجل، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون لا يفكرون، وأملي لهم كل ما صدر منهم يكتب عليهم. وعندما يأخذهم الله عز وجل يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. الحياة الدنيا لعب مش نخر وله له الإنسان ملهيب مشغول، تصلي تلقى أنت مشغول عندي الوليدات والأعمال والشغل وما عنديش وقت لي يصلي لله سبحانه وتعالى، ما عنديش وقت. مشغول بماذا؟ كما قلنا بالدنيا، شغال في الدنيا فانشغل بها وابتعد عن ربه سبحانه وتعالى، فلذلك ما عنديش وقت أبدا ليسجد لله سجدة واحدة. فعند يوم القيامة يقول الله عز وجل لهذا الإنسان يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم القيامة هؤلاء الذين كانوا لا يسجدون لله يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. مشغول مشغول بالدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر، تكبر على بعض البعض، زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. جاء القرآن الكريم بالتشبيه، هذا إذا كانت الدنيا مثل هذا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، جاء التشبيه فقال كمثل غيث، هذا كمثل غيث مطر، هذا الغيث الذي نزل أعجب الكفار نباته. الكفار المقصود بهم هنا هم الزراع الفلاحين، لأن كلمة كافر تطلق على الإنسان وهو غير مسلم. لماذا؟ لأنه أستر الإيمان بوجود الله فأطلق عليه كلمة كافر. كذلك الفلاح يطلق عليهم الكفار لأنهم يأخذون البذرة يعني الزرع ويحرثون الأرض ويضعونها تكمى يغمرون عليها بالتراب فلا تظهر حتى تنبت، فلذلك سموا بالزراع بالكفار. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هل نحن أيها الأحباب نفكر في هذا؟ هذه ماشي دعوة، ماشي دعوة من الإسلام للمسلمين بأن يتخلوا عن الدنيا أبدا، إنما دعوة للمسلمين بأن يعرفوا قيمة الدنيا. ينظر الإنسان إلى هذه الدنيا بالميكروسكوب، ها؟ باش يشوف الدنيا هذه، يشوف الناس اللي معاه، العائلة ديالو، الأسرة ديالو، شحال واحد فيهم، أين فلان وفلان وفلان وفلان؟ كان عندهم المال وعندهم وعندهم، أين هم؟ ذهبوا. مات الإنسان يوم ويومين وثلاث أيام، خلاص ينتهي يعني ذكره.
الناس يحزنون عليه شهر شهرين شهر وعشر تنتهي ينتهي الحزن، يبقى الإنسان وحيدا في قبره فقط. هذا بالتفكير المتطور، أن نجعل الدنيا في أيدينا ولا نجعلها في قلوبنا. كاين شي واحد اللي يحسب انه رسول؟ ما فيش. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في آخر حياته فقال له: يا محمد، الله يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك. شوفوا المعوضات عن النبي، ما هو الشيء الذي عرض على الرسول؟ ويقول لك الله، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن نزيد لك في العمر وتكون لك الجبال كلها ذهبا وفضة سنفعل. وإحنا كنا كان هذا الشيء يحبب منك، كان شو عمد يقول لك؟ يجيك النداء من الله يقول لك: إذا تحب نزيد لك في العمر والجبال هذه المدينة اللي ذهب المدينة بس وحشتراك ولا حجارة تصبح ذهبا وفضة في من؟ في الكون يا سيدي محمد. لكن الرسول كما قلنا نظر إلى الدنيا بالميكروسكوب وشاف الدنيا هذه في الطول لها وفي العرض لها والناس الأولين والآخرين. قال سيدنا محمد: وماذا يكون بعد ذلك يا أخي جبريل؟ مش يقول حتى لو كان عندي الجبال هذه ذهب وفضة في حسابي والعمر هذه غادي تزال، واش غادي يكون بعد ذلك؟ قال جبريل عليه الصلاة والسلام: الموت. بعد هذا الشيء كله الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقبض روحي الآن، اللهم اقبض روحي الآن. هذا رسول الله عرضت عليه الدنيا بحذافيرها بأموالها وبخيراتها وبكنوزها فأعرض عنها الرسول، أعرض عنها. لماذا؟ لأنه يعرف أنها لا تدوم لأحد، لا تدوم لأحد. ولو كانت الدنيا تدوم لأحد لدامت لرسول الله. لدوم سيدة محمد ما زال مش الحج والقول الرسول لأنه مازال حي وعنده الأبناك وعنده هدى، لكن لا تدوم لأحد، لا الفقير ولا الغني، لا الصغير ولا الكبير، لا المرأة ولا الرجل، لا الحاكم ولا المحكوم. ولو كانت الحياة تشترى بالمال لا كان أيها الأحباب كثيرا من الناس أحياء. الله يحفظنا جميعا. تقدموا أحباب الكرام اللي عنده شي بليصة، لأن الأخوة واقفين تزاحموا إن شاء الله وتجمعوا شوية الله يرضى عليكم، مش كلنا نصلي داخل القاعة إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله، الله يجزيكم خير. تزاحموا يا أحباب الكرام حتى نصلي جميعا، والحمد لله رضا كل شيء الناس يأتون إلى المساجد، فالحال ما أمكن لها الخير يعم جميع المسلمين إن شاء الله. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قدير، اللهم تقبلنا فيما جرت من المقادير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، أسأله الله رحمة للعالمين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.